نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد الكونين و الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم
سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم